وليكون السلام شحاني شحاني في هذا الشوط، والسلام للعزيزية وهل العزيزية في هذا اليوم. يا سلام، الشاهينية تقتحم وتفتتح أول أشواط وأقوى أشواط الحقائق البكار. مشاهدين الأعزاء، ولا تكتفي بهذا العرض، لا تكتفي بالسبق، بل تقدم عروض ممتازة في خيرة أشواط البكار. تهانينا تهانينا لمحمد بن علي بن مبارك الكاموخة على هذا الفوز، وصباحك ورد وفل وياسمين، وسلام العزيزية، سلام سلام الكاموخة، سلام على هذا الفوز وعلى تحقيق المركز الأول. لحظة الوصول، المركز الثاني. مع الخليجية والشعار الخليجي، يا سلام. الله، علي بن سعيد بن حلفان المري، يبقى التوقيت الزمني يا أبو سعيد، فقط يبقى التوقيت الزمني. هل سيظل أيها الإخوة مع الشاهينية المملوكة لمحمد بن علي بن مبارك الكاموخة، أو سيذهب مع الخليجية أو بقية الأشواط؟ يا سلام، هذه الخليجية مشاهدين الكرام، الخليجية تصل بأمان وسلام. تهانينا لعلي بن سعيد بن حلفان المري على فوز الخليجية وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني تصل رمز لفيصل بن طالب بن شريم المري، المركز الثاني. أعلن الفوز إن لم يكر لشعار عامر بن سعد بن رفادة المري المندفع في هذه اللحظة، وهذه هملولة هملولة عامر بن سعد بن رفادة. أرحب فيك يا أبو سعد في هذا اليوم، أرحب بعامر بن سعد بن رفادة المري المندفع. هذا الشعار الرسمي، هذا الشعار الرسمي، اندفع في هذا التحدي وفاز عامر بن سعد بن رفادة، فاز. أهدى السلامة إلى أبناء المملكة العربية السعودية محملا على ظهر هملولة. راشد بن عبيد هو المتابع لهذا الشعار. أهنيك وأرحب بك يا أبو سعد في هذا الفوز. تهانينا تهانينا والناموس على فوز هملولة بالمركز الأول، عامر بن سعد بن رفادة المري. المركز الثاني الجازي، حلفان. يا سلام يا سلام، المركز الثاني. يا سلام، شعار علي بن راشد بن راية المري مندفع على المركز الثاني، لكن التكريم والفوز والاحترام والناموس مع علي بن سعيد بن حلفان المري، وحلف بن حلفان إلا أن ينتزع المركز الأول. تهانينا لمالك التكريم، ها هو التكريم، ها هو التكريم اللي قادمة جبارة، الضبية قادمة، الضبية قادمة، علي بن راشد بن راية. اللحظات الأخيرة، الضبية أم تكريم، بالراية أم بن حلفان، اللحظة القاتلة، اللحظة المحرجة. تهانينا والناموس لعلي بن حلفان المري على هذا الفوز. في المركز الثاني في السباق الصيفي، ولكن مضمر القرن شعاره قادم، وأيضا وأيضا هنا شعار خطير، هملولة لحميد بن مبارك بن نايع المنصوري، ولكن شعار مضمر القرن يتقدم. شجون 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 على المركز الثاني، والواعية ما زالت على مقدمة الشوط. شجون والواعية شجون، ولكن الليلة شجون شجون تتسلل من الجانب الآخر لتختطف مقدمة الشوط ولتطير بنقطة وناموس هذا الشوط. شجون وإلى مضمر القرن، شجون وفيصل بن طالب بن شريم ينتزع نقطة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم المري على فوز شجون وعلى انتزاعها لناموس الشوط. المركز الثاني، يا سلام، شوف المركز الثالث، معزة عوضة بن عبد الله القبعان المري. يا سلام بن قبعان أيها الأعزاء، خطير بن قبعان، خطير مع اللي تنطلق في المركز الثاني، مع معزة، معزة ومجملة، معزة ومجملة، مجملة ما زالت مجملة حتى هذه اللحظات، ما زالت مكملة جميلها حتى هذه اللحظات. يا سلام، ولكن معزة، معزة عادت، معزة أيها الأعزاء، معزة والشعار بن قبعان، معزة 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 تنتزع ناموس الشوط وتهدي السلام وتهدي الفوز في هذا الشوط لعوضة بن عبد الله بن حمد القبعان. تهانينا تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني، الله، هنا الظبي علي بن سعيد بن حلفان المري، من تحتل المركز الأول وتتقدم، ولكن هنا القدوم، القدوم والوصول هنا من شعار بن ديلة. مشاهدين الكرام، شعار بن ديلة يبدو لي زيد بن محمد، زيد بن محسن بن ديلة المري، ولكن يا سلام
سلام الله 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 الله. زيد بن محسن بن ديلة هذا شعار بن ديلة مشاهدينا الكرام، ولكن لم نتعرف عليها. يبدو لمشاهدينا الأفاضل هذه سرابة للسيد زيد بن محسن بن ديلة المري اسمها ملازيم. ظهري حكمة من تحتل المركز الخامس. يا سلام البطين 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 مشاهدين الكرام مع مقدمة هذا الشوط. السيلية السيلية السيلية، ولكن هنا مشاهدين الأفاضل الدوحة تقير الدوحة مع علي بن سعيد بن حلفان المري، غيرت مجريات هذا الشوط. الله هنا أيضا حكمة تريد الناموس كذلك لسالم بن جبران المري، ولكن الله هي الدوحة. تهانينا 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 والناموس لمالك الدوحة علي بن سعيد بن حلفان المري على فوز الدوحة وتحقيقها بالمركز الأول الوصول. محمد مع المتحدة، بخيت بن محمد المري مع المركز الثاني، المركز الثالث اندفاعت الشهنية جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي المري، وهناك جماله على المركز الرابع، جماله زيد بن محسن بن ديلة، ولكن بالراية مع نوف يا أهل الخير والمعروف، سلموني على بالراية مع نوف، وهناك من الجانب الآخر الشهنية جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي، لكن نوف تهانينا لك يا بالراية، والتهاني تزف إلى منطقة الأحساء هناك في المملكة الرابع. الدوحة محمد بن مثيب من الجانب الآخر تسلل بمثيب، يلا يا بمثيب المركز الرابع، هنا المركز الخامس وصول مرموقة محمد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري، يا سلام باللجبة على مقدمة الشوط. بن مثيب من الجانب الآخر تسلل إلى المقدمة، هنا 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 أسياد 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 بن جهويل أسياد، اخترقت الصفوف اخترقت المراكز، انطلقت بهذا الشعار الجميل، يا سلام يا سلام. شوف تابعوا أسياد إلى سيلية معراض، هناك تهانينا والناموس تهانينا والناموس لمالك المركز الثالث من المركز الثاني اللي انطلقت، ويبدو أنها خطيرة وشعار السيد براق المبارك بن محمد بن علي الجربوعي مشاهدين الأعزاء. 200 متر انطلقت جبارة، تهانينا والناموس لسالم بن جبران المري بهذا الفوز بهذا الانتصار. بن صرير قادم بن صرير خطير في اللحظات الأخيرة، جبارة ومنصورة واللحظات الأخيرة براقة انتزعت المركز الأول بكل ثقة. تهانينا والناموس هيهات القادمة شديدة والشدة مع شديدة. هادي بن راشد بن ديلة، يا السلام مشاهدين الأعزاء، الله يا بن ديلة مشاهدين الأعزاء اللي قادمة في هذه اللحظات التي تقتحم المراكز من مركز إلى مركز وعينها على الفوز مشاهدين الأعزاء اللي هي مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام هادي بن راشد بن ديله المري يطير بهذا الناموس، تهانينا له على فوز شديد في المركز الثاني. هنا السيلية لسالم بن حمد الدعبة، السيلية وصدمة ولكن أيضا السيلية وصدمة وفتنة وتنافس قوي جدا على صدارة الشوط ولع الشوط. أيضا براقة لعبد الله بن راشد بن شاب القادمة، براقة قادمة وأيضا قدوم من متشاهين أحمد بن حسن المهندي، ولكن صدمة يلا يا بن صرير اللحظات الأخيرة، صدمة وأيضا تقدم في هذه اللحظات من فتنة مشاهدينا الأعزاء، فتنة وصدمة تنتزع ناموس الشوط. تهانينا والناموس لمالك فتنة حمد بن علي.
قدوم 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 من نواره 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 لهادي بن سالم الف هيده المري، وايضا وصول ايها الاعزاء ممن تخترق حاجز الصوت بروك راشد بن محمد بن صالح الراشدي، شعار الراشدي في الوقت الحساس في الوقت الحاسم يا ناس، ينتزع ناموس الشوط ويهدي السلام ويهدي السلام الى الراشدي، وايضا وصول من حمد بن علي بن بريك على المركز الثالث اللي يتسلل الى الثاني، ولكن الراشدي ولكن الراشدي وبروك بروك 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 هي تنتزع وتختطف ناموس الشوط لتهدي السلام لتهدي السلام لراشد بن محمد بن صالح الراشدي. تهانينا تهانينا يا راعي بروك على هذا الفوز. الخريطيات بالمركز الثالث هنا، ولكن المقدمة والصدارة المقدمة والصدارة مع بن حلفان، تميز دائما بانطلاقه مع الصغار علي بن سعيد بن حلفان المري مع الشايب الله السناري. الله 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 الله، هذه راهية راهية راهية، عبيد بن علي بن عبيد السناري، اللحظات الأخيرة ينتزع 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 السناري المقدمة والصدارة، أهالي الجبيلية ينتزعون السلامة في هذه اللحظة، وتعب الراهية نحو خط النهاية، وهني سناري على هذا الفوز. المركز الثاني الشايبة، انطلقت بدون أوامر، انطلقت في هذه اللحظة، انطلقت انذار نهائي، وهنا المركز الثاني يا السناري. شوف المركز الثاني، شوفوا مصيحة صالح بن علي بن راية، وشوف المركز الثالث وجود ألوان سعيد بن بطي الزعبي. يا سلام يا سلام، اللحظات الحاسمة، لحظات الناموس يا السناري، لحظات وين يا السناري، وين الناموس يا السناري، بن راية والزعبي، الزعبي انطلق في هذه اللحظة، اللحظات الحاسمة، السناري يفوز، يضيف النقطة بعد أن أضافت راهية الناموس لهذا الشعار، يضيف يعود إلى مقدمة هذا الشوط، أعود إلى عسيلة، مشاهدينا الأعزاء انطلقت عسيلة في هذا اليوم، السلام من هنا إلى أهالي الجميلية في هذا الصباح، ثالث نقطة بعد فوز انذار وراهية تذهب عسيلة. مشاهدينا الكرام ما شاء الله، مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق، عسيلة 100 متر في هذه اللحظات، تهانينا لمالك عسيلة عبيد بن علي السناري المري، تهانينا له، يستحق الفوز في هذا اليوم، ثالث نقطة في هذا اليوم. المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني، وين السلام مع حمد بن غانم الهديفي إلى معيدر. مشاهدين الكرام عنده برستيج غير بهذا المساير، انطلق الهديفي حمد بن غانم الهديفي مع اختيار اختارت مركزها الصحيح، واختارت هذا الشوط، واختارت هذا الانتصار بهذا الاختيار الموفق، حمد بن غانم الهديفي، سلامي لمعيدر على هذا الانجاز. مشاهدين الكرام المركز الثاني اللي وصلت شهنية شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، لكن خلاص اعلنها انها حمد بن غانم الهديفي. مشاهدينا الاعزاء تهانينا له على هذا الانجاز. المركز الثاني الشهنيه لشبيب بن محمد النعيمي، يجري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث القدوم مع العنود صالح بن سعيد بن العرج المري. الله يا سلام، هناك من الجانب الايمن مشاهدينا الكرام، من تحتل المركز الأول المتحدة حمد بن مبارك آل بخيته المري هنا، ولكن هنا الوصول والتقدم هنا مع الدوحة مبارك بن سالم بن جر الله بن سالمين المري. الله مبارك بن سالم بن سالمين المري، سلاماتنا وتحياتنا لهل المعرض. يا السلام، تهانينا والناموس لبن سالمين على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني المتحدة محمد الشراب، ولكن نعود
يعود إلى المقدمة، مقدمة هذا الشوط. أيها الإخوة الأفاضل، مع مراسيل نرسل سلاماتنا ونحملها على ظهر مراسيل لراشد بن حمد بن حلفان المري على فوزها وتحقيقها بهذا الناموس المستحق. أيها الإخوة الأفاضل، هذه مراسيل تشاهدونها وتتابعونها على شاشة التلفزيون، مراسيل بن حلفان. تهانينا لراشد بن حمد بن حلفان المري على فوز مراسيل وتحقيقها بناموس هذا الشوط. المركز الثاني تصل في بن جبرين، ولكن العنود معاندة، وجنى تتقدم، جنى لتجني ثمار المركز الأول في هذه اللحظات، والمعركة طاحنة والتنافس قوي جدا على صدارة الشوط. جنى والعنود، ولكن العنود والشعار العلي المعاضيد ما زال على مقدمة الشوط، ولكن التغيير في الوقت الحساس والوقت القاتل. جنى مشاهدين الأعزاء، رشيد بن حمد بن جبرين وأبناء المملكة العربية السعودية، ولكن عادوت يا سلام. باللحظات الأخيرة جنى مشاهدينا الأعزاء تنتزع المركز الأول وإلى أهالي الدفنة وإلى كافة منتسبي وأعضاء أريدوا في هذا اليوم. يا سلام. أيضا الشكر موصول لحمد بن علي بن جرحم المبتكر على المتابعة وعلى أيضا المسايرة في هذا الشوط. وليد سلام الدفنة يا وليد، سلام على هذا الشعار الممتاز وظهور موفق وانطلاق ممتاز. تهانينا لمالك، عالية المقام يا سلام يا عالية. والتوقيت في خطر مع وليد في هذا الشوط. توقيت وناموس يا وليد، يا سلام. الله الله الله، سننتظر الإعادة. وتوقيت أيضا مميز. المركز الثاني وجود الشهنية، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد ينطلق في هذه اللحظة صاحب نقطة في الشوط الماضي، ولكن نجوى على مقدمة الشوط. أهنيك الناموس من هذه اللحظة، أهنيك الناموس يا مالك نجوى على هذا الفوز المميز، وفوز نجوى بالمركز الأول. سعيد بن بطي الزعبي، تهانينا والناموس، وهني راشد بن بطي الزعبي على هذا الفوز المميز، فوز نجوى بالمركز الأول في هذا التحدي. تهانينا والناموس على فوز نجوى بالمركز الأول وفوزها في هذا الشوط، الشوط 23. المركز الثاني، المركز الأول، أبريك بن سعيد بن العرج المري مع المركز الأول ومع المقدمة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الله 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 الله، يا سلام. أيضا متابعة الخبير صالح بن سعيد بن العرج، ولكن هنا القدوم والتميز والتقدم. يا سلام، نعود وإياكم إلى المقدمة، نعود وإياكم إلى الحذرة. تهانينا، ولكن هذه غير مدونة يا جماعة. من احتلت المركز الثاني، من وصلت في المركز الثالث، تهانينا والناموس لمالك الحذرة بريك بن سعيد بن العرج المري. راعية هذا الشوط سالم بن محمد بن لخن، يا سلام. صاحبة عوايد ما ذاقت الهزيمة أبدا. بكرة سالم بن محمد بن لخن ما ذاقت الهزيمة، راعية هذا الشوط في السباق الماضي، وتعيد نفس السيناريو. بن لخن في الفورمة، 10/10 يا بن لخن. يا سلام، مشكور يا سالم بن محمد بن لخن على تقديم الوكرة، خير تقديم في هذا اليوم وفي هذا الشوط. تهانينا يا بن لخن، تهانينا يا سالم بن محمد بن لخن على هذا الفوز المستحق. الوكرة. مشاهدينا الأعزاء، تنتزع ناموس الشوط بجدارة واستحقاق المركز الثاني.